اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام ومستمعينا في هذا الجزء من الحلقه. مواقع التواصل الاجتماعي تظهر على الشاشه تباعا، فيسبوك ويوتيوب وتويتر وايميل البرنامج. الاستاذ عبد الرحمن نمر والاستاذ علي الزهراني هم ضيفا هذه الحلقه. مباراه التسعه اهداف، يعني ولا احد كان يتوقع انه في مباراه في الدوري راح تنتهي بتسعه اهداف. مباراه اللي يشوف الشوط الاول ما يشوف الشوط الثاني، واللي يشوف الشوط الثاني يستغرب الشوط الاول. غريب جدا، بس انها مباراه مثيره وتستحق المتابعة. فريق الهلال فريق قوي، وفريق القادسية فريق واعد وقوي أيضا. التقرير التالي تحدث عن هذه المباراة. بخمسة أهداف الهلال ينتصر، وبأربعة أهداف القادسية يخسر. هذه هي المحصلة النهائية لمتعة الزعيم وبني قادس. مباراة مثيرة، تسعة أهداف وهاتريك ليوسف العربي والحاج بوغاش، قمة لم يتوقعها الكثيرون. حسمها الهلال من الشوط الأول، وكاد القادسية أن يسجل عنوانا جديدا للقاء قبل الختام. يوسف العربي يفتتح التسجيل مبكرا بتسديدة من على حافة 18. لم يفق القدساويون من الصدمة حتى فاجأهم العربي بهدف آخر بقذيفة لم تنفع معها محاولات منصور النجعي. يعود العربي مرة أخرى لينشر الرعب في الصفوف القدساوية بتسجيله الهدف الثالث برأسية ماكرة على يسار النجعي. تنفتح شهية لاعب الهلال للتسجيل، وينطلق عبد العزيز الدوسري بكرة من منتصف الملعب، ويسدد من على مشارف منطقة 18 يسارية قوية تعانق الشباك القدساوية. ضربة جزاء هلالية لأحمد الفريدي، وعادل هرماش يتقدم والقائم يقف حائلا دون تسجيل الهدف الخامس. يتحرك القدساويون وينجح الحاج بوغاش في تسجيل أول الأهداف القدساوية بحركة فنية رائعة. لم تدم فرحة القدساويين كثيرا بهذا الهدف، حيث باغتهم إيمانا بهدف هلالي خامس أنهى به الشوط الأول. الشوط الثاني شهد فورة قدساوية، تمكن من خلالها صالح الغوين من إضافة هدف ثاني من تسديدة في سقف المرمى الأزرق. ثم عاد الحاج بوغاش ليضيف هدفا قدساويا ثالثا بتسديدة قوية على يمين العتيبي الذي لم يستطع فعل شيء حيالها. بعد أن شعر القدساويون بأن هلال الشوط الثاني اختلف كثيرا عن هلال الشوط الأول، هاجموه من كل الجهات، واستطاع الحاج بوغاش استغلال الخطأ المشترك بين حسن خيرات والعتيبي ليضيف الهدف الرابع للقادسية. يحاول القادسية استغلال حالة الارتباك التي كان عليها لاعب الهلال، لكن الوقت لم يسعفهم للخروج بالتعادل، لينتهي اللقاء الماراثوني لصالح الهلال والنقطة 15 في البنك الهلالي، بينما بقي القادسية على نقاطه السبع. علي، أبدأ معك هذا الجزء، أترك لك اختيار الفريق الذي تريد أن تتحدث عنه. تريد أن تتحدث عن المنتصر، أم تريد أن تتحدث عن الفريق الذي خسر بشرف، الفريق القدساوي، أم تريد أن تتحدث عن إيمانا، يوسف العربي، حاج بوغاش، صالح الغوينم؟ اختار من تريد للحديث علي. المباراة تركي مليئة بالعناوين بأمانة، يعني تحتار، يعني أي وسيلة إعلام أو أي قلم أو أي محلل يحتار من أين يبدأ، ولكن للحق وللإنصاف سأبدأ من حيث القادسية. هذا الفريق الممتع الذي قدم، يعني يمكن اليوم القادسية يمكن يرددون كلمة لو أن الحظ رجل لقتلته. يعني فريق، يعني حتى مباراته في بداية الدوري مع الاتفاق، وأيضا مباراته مع الشباب خسر بهدف، لكن بصراحة كان يعني مقدم كرة قدم جميلة جدا. اليوم طبعا النتيجة التي آلت إليها المباراة يتحملها في تصوري الأخطاء الفادحة التي أقدم عليها المدرب الهلالي توماس دول. يعني فريق يتقدم بخمسة أهداف في شوط، الشوط الثاني يتنازل عن كل هذه المكتسبات المعنوية والنفسية والنتائجية، ويظهر بمظهر يعني مغاير ومختلف تماما. أما لماذا وكيف، أعتقد في حجم التغييرات التي حدثت، يعني كانت سبب رئيسي في استعادة الوهج الفني والحضور الذهني للاعب القادسية، الذين لو كان لديهم مزيد من الوقت لربما تعادلوا وربما خرجوا فائزين. علي، عشر أهداف قدساوية في مباراتين يا علي،
واحد من يعني خمسة أو أربعة من العشر أهداف كانت أمام حامل اللقب. إيش اللي صار في القادسية؟ أنا أعتقد القادسية فريق يحترم، فريق رائع، فريق يمشي بطريقة ثابتة، لديه يعني عناصر، لديه يعني بصراحة نجوم قادرة على تقديم القادسية في مظهر أفضل وأبرز، وربما مع قادم الأيام سيكون له شأن كبير حتى في الدوري وفي البطولات المستقبلية. ولكن يا تركي أنا أرجع وأشير إلى أخطاء المدرب الهلالي توماس دول. أنا أعتقد أنه كاد أن يحول فوز الهلال الكبير إلى خسارة، إن لم يكن طبعا تعادل فهو خسارة، لأنه بصراحة يعني وجدنا تغييرات في عمق الدفاع، وجدنا مشاركة حسن خيرات، وجدنا أيضا إخراج أحمد الفريدي، وجدنا يعني أشياء كثيرة جدا يتحملها المدرب توماس دول. إذا ما استمر هذا المدرب الهلالي على هذه التغييرات وعلى هذه الفلسفة الفنية، فربما سيجد الهلال وضع صعب جدا في مستقبل الأيام. ولكن نعم، أرجع وأؤكد على أن فريق القادسية استحق نجومية هذا المساء وباقتدار، رغم الخسارة ورغم الخمس أهداف التي ولجت مرمى. عبد الرحمن، أنا أحترم رأي الأستاذ علي ولكن أختلف معه في نفس الوقت، لأن الهلال كان سيطر على الشوط الأول، قدم نتيجة إيجابية. الشوط الثاني الهلال بعد ما ضمن النتيجة أصابه تراخي كثير. عبد الرحمن راح أكمل معك بس عشان بس ما نبغى